السلام عليكم. قصة جد مؤثرة. هذه القصة قصة جد حزينة ونهايتها غير سعيدة، نسأل الله السلامة. تقول هذه السيدة: أنا أريد أن أقص عليكم هذه القصة التي عايشتها مع صديقة لي. لم تكن تتوقع في يوم من الأيام أن يحدث لها ما حدث، لكن قدر الله وما شاء فعل. إنها قصة حقيقية تبكي القلوب قبل العيون. لم أقلها هنا طلبا للحلول لأنها عديمة الحل، لكن صاحبتها طلبت مني عرضها بإصرار لأنها أرادت أن يعتبر كل إخوانها في الإسلام قبل فوات الأوان، وأن يأخذوا من هذه العبرة. هذه أختي قبل أن تكون صديقتي، عاشت أياما جميلة الكل يحسدها، ومن ضمنهم زميلاتها في المدرسة، عندما تكلمني عن زوجها وحبيبها كأنها تتكلم من خيال وليس واقع. إنه زوج صالح وملتزم، ليس لدرجة التشدد، لكنه يؤدي فروضه على أكمل وجه، ومهتم بأذكاره وصلواته، حتى أنها تقول لي لم يترك الوتر يوما، حتى وإن كان مريضا أو عائدا من سفر طويل. كانت هذه الصديقة سعيدة جدا جدا جدا، حسبنا الله على من قلب سعادتها إلى شقاء. كنت لها الأخت التي لم تلدها أمها، كانت تحكي لي عن كل شيء في حياتها. كانت إنسانة مثالية، لا تجرح أحدا أبدا بالكلام أو بالفعل، الكل يحبها، زميلاتها، طالباتها. كانت دائمة البشاشة ولا تعطي الأمور أكثر من حقها. كانت ملتزمة، لطالما دخلت عليها وهي تؤدي سنة الضحى في مصلى المدرسة، لا تتقاعس في مساعدة من يطلب المساعدة، محترمة وتقوم بواجباتها على أكمل وجه. تحب الناس كلهم وتثق بمن حولها، ومن هنا بدأت مشكلتها. وأرجو من كل من يستمع إلى هذه القصة أن يدعو لها بالشفاء، فهو الشافي المعافي. بعد حوالي سنة من زواجها حملت، وبعد 3 شهور من حملها بدأ معها نزيف خفيف. نصحتها الدكتورة بالراحة التامة من العمل ومن أعمال البيت أيضا. هنا كانت مشكلتها الحقيقية، رغم أنها أخذت إجازة من المدرسة، إلا أنه لا بد من أعمال البيت، من تنظيف وغسيل ملابس، مع أن زوجها كان يساعدها، وأغلب أكلهم من الخارج من المطاعم. ومع أعمال المنزل بدأ النزيف يزداد، ثم نزل الجنين. وهي لم تكمل 5 أشهر تكررت هذه الإسقاطات 3 مرات. وعندما أكمل عمر زواجهم 3 سنوات حملت الحمل الرابع، ولكن هذه المرة طلبت منها الدكتورة أن ترتاح تماما، أن تأخذ الراحة التامة في السرير مع رفع الرجلين قليلا، كما منعتها من النوم مع زوجها حتى يثبت الحمل. كانت هذه الصديقة تكلمني يوميا عن معاناتها، وأنها ملت من السرير، وأنها تحس أنها مقصرة مع زوجها. وكنت أصبرها بزياراتي لها، وكانت تحكي عن معاملة زوجها لها، وأنه كالملاك لا يدعها تقوم من السرير، وقد قطع جميع سهراته مع زملائه ليجلس بجانبها، وأنه يقرأ عليها كل يوم سورة البقرة، وأنه يغسل ملابسها ويقوم الليل ويدعو أن يثبت الله حملها. كانت سعيدة معه أيما سعادة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن أحيانا. آه، فأنا أحكي لكم قصتها وأبكي. أدعو لها أرجوكم بالشفاء. المهم أنه في يوم أشار عليها زوجها باستقدام خادمة، لأن عمله أصبح على فترتين، صباحي ومسائي، وأنها بحاجة لمن يساعدها. اتصلت علي تستشيرني، وأنا أعرف أنها لا تطيق الخدم أبدا. كانت دائما تحذرني من شغالتي، فقلت لها أنها شر لا بد منه، وأنها بحاجة لها في مثل هذه الظروف. كررت علي أنا لا أثق بهم،
وأنا لا أتحمل قدراتهم، سأعمل أنا وأخدم نفسي. قلت لها: وما ذنب الذي في بطنك؟ أظن أنه أهم من كل شيء. أخذت أقنعها بالخدم فيهم الصالح والطالح، وأن الله عز وجل سيرزقك بخادمة نظيفة تعينك. وبعد محاولات مني استطعت إقناعها، وليتني لم أفعل. ومن ثم قررت هي وزوجها استخدام خادمة هندية لأنها لا تحب الفلبينيات، لقد تعقدت منهن في صغرها. وعندما أكملت صديقتي 3 أشهر أتتها الخادمة، كانت سمراء طويلة تتكلم بطلاقة وجريئة جدا، وقد عملت بالخليج 7 سنوات. كانت مطمئنة منها، وكل يوم تكلمني وهي سعيدة بنظافتها وأسلوبها، لكنها تقول لي أنها جريئة ولا تستحي من الرجال ولا تهابهم. وطمأنتها أن ذلك بحكم أنها سبق أن عملت في مدن كثيرة. كانت الخادمة قد علمت بظروف صديقتي وأنها لا تنزل من السرير. كانت كل يوم تكلمني عن سعادتها مع زوجها وفرحتها بالجنين والهدايا التي يحضرها لها زوجها كل شهر. والخادمة كانت ترى ذلك كله وتسمع تغزله بها. تقول لي عندما أقول له أخفض صوتك، يقول: ليست سوى خادمة، المهم. تقول أنه رافع الكلفة مع الخادمة، يعطيها ملابسه تغسلها، يناديها لتحضر له الماء، يغسل معها مفرشنا في فناء المنزل، ويغسل معها الزوالي، تحمل معه بعض أغراض المنزل، والخادمة لا تستحي منه أبدا. عندما يريد الخروج تعطيه ورقة الأغراض الناقصة وتستقبله عند الباب، تأخذ منه الأغراض، تطلب منه أحيانا فوطة لها إذا أتتها الدور دون أن تناقشني حتى، وتقول: بحكم أني متعبة لا أستطيع النهوض. تقول: أنا لا أشك بزوجي أبدا لأنه راعي صلاة وصيام وصدقة واستغفار. وتقول: أشك بنفسي ولا أشك به، لكني أريده أن يكون صارما معها دون ظلم. وتقول لي عندما أناقشه وأقول: لا ترفع الكلف بينك وبينها، ولا تعطيها وجه زيادة، ولا تضحك بوجهها، خليك شخصية كي تخاف منك، وهو يقول لي: حرام، هذه مغتربة ويجب أن ننسيها قربتها. كنت دائما أحذره منها لكن دون فائدة. تتكلم وهي تبكي، تقول: أنا لم أرى منها إلا كل طيب، إلا جراءتها، وأنا مرتاحة منها، وأنا كنت بدوري أطمئنها. وأقول: اصبري. وفي يوم كلمتني تقول ملاحظة على الشغالة: أحيانا إذا دخلت عليها بدون ما تحس أراها وهي تحك المنطقة الحساسة عندها بطريقة غريبة. وتقول: إني خائفة من الموضوع، وأشك أن بها مرض قد ينتقل إلينا، أو أن بها شيئا في هذه المنطقة. وأنا أطمئنها وأقول لها: يمكن حساسية، اشتروا لها دواء من الصيدلية. وتقول لي بعد فترة: لاحظت أنها تتبع زوجي أينما راح، تذهب معه، حتى أنها تدخل علينا ونحن مندمجين. وتقول له: بابا يبغي شيء؟ طبعا هو يبتسم ويقول لها: لا شكرا. وتقول: وأنا تنبط كبدي وأهاوشه وأقول: خليك شخصية، وتراها حرمة والشيطان شاطر. وهو يقول لي بكل برودة: أنا ما أشوف غيرك بالدنيا. وتقول لي أن زوجي لا يمكن يخون لأنه مراعي سفريات، ولا قد جرب الحريم قبلي ولا بعدي، لكن حسبي الله على من قطعني من الرجال كلهم ومن الأولاد بعد. تقول: إن الفترة التي كنت فيها حامل طبعا كنت ممنوعة من الجماع، وكان يأخذ حقه الشرعي من القبل والضم، وأحيانا ينزل بدون ما يقربني. وتقول أن الموضوع هذا يضايقه جدا، لكن ما باليد حيلة، ودائما يقول: عشان خاطرك وخاطر البيبي كل شيء يهون.
المهم أكملت صديقتي أشهر الحمل بسلام وأنجبت ولد أحلى من القمر وسموه محمد. تقول كانت هذه الخادمة قائمة بي على أكمل وجه، وما لاحظت عليها إلا أنها دائما تحك المنطقة الحساسة وتطلب فوطة صحية بالهبل. طبعا هم كاشفين عليها وتحاليلهم سليمة. تقول أنا لهيت بالصغير عن الخادمة، وزوجي كان ينام بغرفته لكي يرتاح من صياح هذا المولود ويقوم لدوامه من دون أن يزعجنا. تقول ولما وصلت 40 يوما عن ولادتي، وكان من أحلى ليالينا أنا وزوجي، وكنت أراقب الخادمة ودائما أنهرها أنها ما تحتك بزوجي ولا تطلب منه شيء، وإذا أرادت شيء تأتي إلي تطلبه مني. وكنت أقول له إذا طلبت منك شيء قل لها أن تأتي إلي، خليك شخصية ولا تهم فيك بس أذن من طين وأذن من عجين. تقول طيبة زوجي ودته في دهية وغرقني معاه حسبي الله ونعم الوكيل. بعد سنة قالت لهم الشغالة أريد أن أسافر، أمي تعبانة، ووعدتهم أنه ترجع لهم بعد شهرين وراحت بالإجازة. تقول صديقتي لقد اشتريت لها كل ما تحتاجه، وكل ذلك على حسابي من ملابس وعطور وكريمات، وتقول أنها حتى الكاكاو للعيال والحلوى وسافرت. تقول قبل أن تسافر هذه الخادمة ب6 شهور لاحظت أن زوجي ما ينام معي كثيرا، ليس كما كان من قبل، وتقول يعني مر بالشهر، وتقول ما ناقشته لأنه دائما طيب معي ويعطيني جميع حقوقي إلا الجماع، يعني يشبعني كلام حلو وتقبيل ومداعبة بس ما يجامعني، كنت أتركه على راحته. المهم بعد شهر اتصلت عليها الخادمة وتقول أول ما كلمتها قلت شلونك كيف ماما وبابا، وقلت لها متى تأتي. تقول وإذا بالضحكات التي شقت الهاتف تقول كيف هو بابا مدام. تقول أحسبها تقصد أبوي، وأقول لها بابا كبير الحمد لله طلع من المستشفى. تقول وتضحك الخادمة تقول لي لا بابا زوجك، فقلت بخير والحمد لله. فقالت لي روحي شوفي زوجك من التحت، وحكت لي شيء غريب عنه، فاستغربت من كلامها، قلت أكيد شرب شيء من بلاويهم. تقول وترد علي الطامة الكبرى قالت زوجك ينام معي سوا سوا، مر معك ومر معي بس خلاص انت ما فيه نوم سوا سوا. تقول ويجن جنوني. وقالت لي فإن بي مرض انتقل إلى زوجك وسوف ينتقل إليك. هنا ترت عليها وقلت لها يا كلبة يا كذابة. فقالت لي شوفي هذا المرض ما فيه طبيب يداويه. تقول فقطعت الخط بوجهها ووضعت السماعة وأحس الدنيا تدور بي، وكان زوجي لا يجامعني إلا قليل في الشهور الماضية، ففكرت في هذا الأمر وقلت لا أظلمه، يمكن هي كاذبة وكذابة وتريد أن تفرق بيننا، وكذبتها 100%، لأني أثق في زوجي أكثر من نفسي، والله إنه راعي دين لأبعد الحدود، هو اللي علمني الصدقة وعودني على الوتر، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. تقول تزينت بأكمل زينة ونمت عنده وتدلعت عليه وهو يمتنع مني. تقول بديت أشك وبكيت وقلت له أكيد لا تريدني. تقول قلت أريد منك طلب. تقول قال أمري ولو تريدين عيوني. قلت تعاهدني تلبي لي طلبي. تقول عاهدني، وقلت له المفاجأة أبي أشوف عضوك. انصعق وارتبك وقال لي مو نظيف، وهنا استغربت، وبعدين قلت له أنت عاهدتني، وهنا أنزل رأسه وبكى. حينها تأكدت أن الخادمة صادقة بكل كلمة قالت لي، فقال لي والله عمري ما فكرت بالحرام، لكن هي بلتني بشرها. وأنا سكت وجلست يقول لي القصة،
صدقيني مرة واحدة جتني وأنت بالنفاس وأنا قائم أبي أصلي الليل، وقالت لي بابا في حشرة كبيرة بالغرفة وأنا خفت، قلت أكيد تعبان، رحت معها الغرفة، ويوم دخلت إلا والأطياب تعجعج وأغرتني، والشيطان شاطر، والله إني بكيت 100 مرة أني سويت كذا. تقول رديت عليه ببرودة، أنا كنت أحذرك منها وأحذرك تدخل غرفتها، كنت أحذرك تتكلم معها، لكن ما سمعت كلامي، المهم بكى. وهنا فرحت أنا وقلت أكيد حس بخطئه، لكنه قعد يصارخ ويقول كأني دفعت الثمن غالي، إني دفعت الثمن غالي. وقال شوف يا عضوي، تقول هنا كدت أن يغمى علي من شدة ما رأيت، رأيت عضوه أبدا ما بقي فيه شيء، تخيل اللحم يطيح من جوانبه وبدأ يتقطع قطعا قطعا من جديد زي الغرغرينا، لكن ما ينتشر. تقول والدم ما يقف. تقول بكيت عليه ورحمته لأني حسيته ضعيف ونفسيته دمار. طبعا بعد فترة انتقلت لي العدوى لأنه كان يجامعني والمرض في بداياته. تقول رحنا لأكبر المستشفيات ويقولون لنا المرض هذا نادر جدا جدا، من أين أتيتم به؟ والحمد لله على كل حال. تقول كنت دائما أقول أن الذي يتعامل مع الخادم بالحسنى أكيد ما يرى إلا الحسنى، لكن طلعت غلطانا، وصدق المثل الذي يقول اتقي شر من أحسنت إليه. فأنا أحكي لكم هذا الأمر، وصديقتي تطلب منكم الدعاء، وقصتها لا يعلم بها أحد إلا أنا، حتى أهلها ما يدرون. تقول لا أريد أن أخرب صورة زوجي الجميل أمامهم. وقالت لي كل من يريد أن ينقل هذا الموضوع لأي منتدى فهي محللة، وتقول انقلوه في المنتديات للرجال لكي يأخذوا حذرهم والعظة من قصة زوجي، ولا يقربوا للخادمات، ولا يقربوا الفواحش والمحرمات، وخصوصا الخادمات التي حرموني أبسط حقوقي، حرمتني السعادة، حرمتني الزوج، حرمتني الولد، حسبي الله ونعم الوكيل. وتقول أنها تريد منكم الدعاء لها ولزوجها بالشفاء العاجل من هذا المرض الغريب النادر جدا جدا، فأسأل الله عز وجل أن يشافيهم ويعافيهم، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.